ريم، أنا لازم أتقدم لك بأسرع وقت ممكن. أنت متأكد؟ إيه متأكد. اللي صار مع مشاري أعطاني طراك، خلاني أعرف الدنيا إيش كثر قصيرة. أنا وايد خايف. عقب ما خسرت بلقيس الله يرحمها، واللي صار مع مشاري خلاني أخاف عليك. مريم أنا ما أبي أخسرك. أنت لا يكون ما كلمتي أهلك. أبلا كلمت أمي من زمان، وإن شاء الله بتوقف معنا. زين الحمد لله. على كذي عيل خلاص توكل على الله. إي ما يخالف، بس بخصوص العرس أنا مستعدة أتنازل عنه. أحس الظروف ما تسمح. لا 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 بالعكس مريم. هذا يوم فرحتك، راح تسوي اللي تبينه. ما خاف عشان خاطري. حرام كفاح ليلتها ما كانت مثالية، وما بي ولا شيء يحزب خاطرها. يلوموني فيك بعد ليش أحبك؟ دائما تفكري بالناس أكثر من نفسك. سلام. عليكم السلام. شو الدثرة؟ حبيبتي قاعد ارتب كبتي، اكتشفت عندي وايد هدوم على الفاضي، وانا ما استعمل الا قطعتين. زين تسوين؟ وانتي وين كنتي؟ كنت بالسوق. بعد ملابس؟ ترى انتي كبتك اسوأ من كبتي حبيبتي. رتبي. لا تحاتين، بغير الكبت بكبره. شلون يعني بتغيرين الكبت بكبره؟ شنو هذيل؟ سكارفات؟ لا. حنان بتتحجبين؟ ايه. شلون قررتي؟ انا قررت اغير حياتي بكبرها. كنت حاسه ان انا ماشيه بطريق ما يشبهني. اخيرا لقيت نفسي، لقيت الطريق الصح، وكنا رساله من رب العالمين. انا كذي وايد مرتاحه. عاد حلو عليك تصدقين؟ صدق؟ عاد انا ما يهمني شكلي كلش. نشوف ايش حالاتك تهبلين. بدعي لك ان شاء الله. بدعي لي. نزار في حاجات كتيره قوي ناقصه وبضايع متاخره. ايه ودي يوم حق اثنين. بص هو مش طبيعي بقاله فتره وسايب الشغل كده مش زي الاول خالص. ايه هو صار له فتره مكتئب اللي صار مع مشاري، حاسس بالذنب انه ما كان موجود. تعرف رغم اني ما اعرفوش من وقت طويل يعني، بس احس ان هو دخل قلبي بسرعه قوي. زين